رمضان أهلا مرحبا رمضان. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي من ذنبي ما قدمت وما أخرت. أمين قال للصايمين أنا عندي الدين والقمر الدين، والشيخ رضوان دخل الدكان واشترى من الخير أشكال وألوان، وطلع فرحان يدعي رمضان هو معاه الدين والقمر الدين. اصحى يا نايم يا نايم اصحى، واحد الرزاق. جزء كبير من تشكيل الوجدان المصري شوية الحاجات اللي احنا شفناهم دول، وما تخيلش ان اي حد مولود في هذا البلد ومتأثر بتراث وثقافة وتاريخ هذا البلد انه لما يشوف الفيلر ده او لما يشوف الملخص ده ما يتأثرش وربما يبكي. يعني انت بتخش في حالة اندماج مع ده، خلي بالك ده جزء، ده جزء، ده جزء من احداث الشهر اللي على مدى 50-60-100 عام فاتوا. احنا بنشوف ده من اول التلفزيون ما اتعمل في الستينات لحد النهارده، او من اول اذاعه ما اتعملت في الثلاثينات لحد النهارده، او من اول واحنا صغيرين اما كنا بنلتف وقاعدين على الطبليه وابويا وامي واخواتي وقاعدين، واعظم حاجه كنا نعملها انه نشرب كوبايه فيها خمس ست بلحات محطوطين في شفشق، ونجيب الشفشق نصبه في الكوبايات اللي احنا قاعدين فيها وناكل، وامي الله يرحمها تمسك تقسم الاكل لما يكون في ذكر بط كده حضرتك وتديه لست البيت، كان ده الطقس العام في الريف. ابويا واخواتي وانا والاسر المصريه كانت معظمها كده، وكانت امي تمسك ذكر البط او الظفر زي ما بنقول، سواء لحمه او فراخ او لاخره، وتقسمه، وتحظى الام او اللي بتقسم سواء امي او اختي الله يرحمهم، تحظى بالحوايج، تحظى بالجناح وراس البتاع ده البطة أو الفرخة، وتقسم علينا كلنا بمنتهى الجمال. خد يا جابر، خد يا جلال، خد يا بلال، خد يا طارق، خد يا مصطفى، خد يا أبا، خد يا أما، وأختي اللي هي بتقسم بتطلع بالراس وتبقى راضية.
تبقى راضية. والأسر كانت بتقوم كده، تعمل تلات أربع أطباق فول بشوية خيار بشوية طماطم، وتيجي وقت السحور نتسحر ونقوم نصلي ونرجع ولابس بيجامتك الكاستور، ولا لابس البيجامة العادية بتاعت الصيف، ولا لابس الجلابية الواحد، ولابس تبقى البلغة ولا الشبشب ولا البتاع ولا الكلام، انت رايح الجامع وجاي من الجامع وبتاع. كانت المسألة فيها حسنى. أعظم حاجة كنت تشوفها في التلفزيون وقتها، أعظم حاجة كنت تشوفها في التلفزيون وقتها، مسلسل محمد رسول الله اللي بيجي الساعة 12 بالليل، إخراج الأستاذ أحمد طنطاوي. أنا فاكر الكلام ده، أعظم حاجة كنت تشوفها في التلفزيون. كنت تشوف الأستاذة العظيمة اللي من هنا بقول لها كل سنة وانت طيبة، الفنانة العظيمة نيلي، كل سنة وانت طيبة يا ست الكل، كل سنة وانت طيبة، ويعود عليك الأيام بالخير والصحة والبركة، ونشوفك دايما في 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 تمام الحال، وحشتينا. نشوف السيدة شريهان، وحشتينا يا ست الكل، وحشتونا. أستاذ سمير غانم، ما الناس دي إخواتنا. يعني أنت ما تشوف طبيعة المصريين وهي بتتفرج على الأعمال دي، الناس دي إخواتنا. ما كنا نشوف رأفت الهجان، أنت كنت تشوف حد في الشارع، وربنا ما تشوف حد في الشارع. اما تشوف ليالي الحلميه في الجزء الاول والثاني ما بتشوفش حد في الشارع. يعني انا اسف، انت بتشوف حاله من حالات الانصهار مع المصريين في الحته دي. انا متاثر طبيعتي، انا لما اشوف دعاء الكروان بعيط. محدش يشغل باله يعني. بشوف دعاء الكروان وشوف صراع في الوادي وشوف الحاجات دي. فانا بكلم حضراتكم انه ان احنا في في الحالات اللي زي دي، البلد عظيمه يا جدعان، عظيمه. اوعى في يوم من الايام حد يلعب في دماغنا ان بلدنا في محنه، في أي شيء، في أي قطاع من القطاعات، فالمحنة دي ممكن تموتها. مفيش حد يموت بلدك، مفيش حد يموت دولة بالعمق ده والجمال ده والإحساس ده والثقافة دي والتراث ده والمناخ ده والحب ده والثقافة الناعمة دي. محدش هيصعب بلدك كده أبدا أبدا. كان عندك مساجد بتاعتك، حاجات بتطلع من المسجد بتاعك. احكيلي عن دين ايه القريه عندنا. الله يرحمه رحمه واسعه، كان بيجي يعمل ندوه عندنا الاستاذ اسمه عزت حرج. عزت حرج الله يرحمه رحمه واسعه، كان راجل جميل، ليه صوت كده، ليه رنه، ليه سحر. عزت حرج كان ليه حاجه كده في الاذاعه، في اذاعه القران الكريم. كان يجي الاستاذ عزت ده يعمل ندوه عندنا قرآن كريم وتوشيح وصلاة عشاء والدنيا تبقى ماشية. البلد من بكرة أبيها أو عن بكرة أبيها، من الصبح لمدة ثلاثة أيام قبليها ويومين بعديها، حاسين بحالة فخر كده. كان عندنا عزة حرج، كان عندنا القرآن الكريم،